رافائيل لياو خطيره للميلان، لياو يلعب بينيه حلوه، يلعب بينيه حلوه، كوره للياو، قلت لك خطيره، قلت لك خطيره للميلان من اولها، والجواب يبان من عنيانه يا لياو، الجواب يبان من عنيانه يا لياو، يتقدم بالهدف الاول للميلان. هي استلامه لو ظبطت غزلتك بتبقى رايقه يا لياو، غزلتك بتبقى رايقه يا لياو، ومن اولها قلت لك خطيره. هي اول اهداف المباراه رافائيل لياو، 1 الميلان لا شيء اتلانتا، والميلان يترجم سيطرته. شوف الكره، يا سلام يا سلام، مرجع حاله مرجع حاله تيو، وهو هوب على الطاير على يسار كارنيسكي، اول اهداف المباراه رافائيل لياو، 1-0. يا سلام القويه في الميلان، مره ثانيه بيحاول يرد سريعا، اتلانتا لكره على الارض، التعادل السريع، بسرعه بيرجع اتلانتا، كوب ماينرز يرجع سريعا ويسجل اتلانتا التعادل، 1-1. 1-1. انقلبت رأسا على عقب المباراة، رأسا على عقب المباراة، والهولندي كوب ماينرز بعد دقيقة يعدل النتيجة، 1-1. 1-1. شوف الكرة، شوف ميرانيتشوك لعب ومرر الكرة في الجانب الأيسر، تشارلز ديكتلاري لعب البينية الجميلة، شوف الكرة اللي اتلعبت من إيميل أولم على طول، لمسها في المرمى كوب ماينرز، أسكنها على يمين مينيو، ماينرز في مواجهة مايك مينيو وأتلانتا، ويسدد الثاني كوب ماينرز، يتقدم لأتلانتا الهولندي كوب ماينرز، يسجل الثاني ليتقدم أتلانتا على الميلان 2-1، يقلب النتيجة أتلانتا 2-1. كوب ماينرز من علامة الجزاء يحطها على يمين مايك مينيو اللي راح على اليسار، 2-1. هو أتلانتا يتقدم بالهدف الثاني الآن في أرضية الملعب. شوف الكورة اللي ما بين خيمينيز وما بين ميرانيتشوك، القرار اللي كان من الحكم بأنها ركلة جزاء، تسخن المباراة وافتكر